تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور الرئيسية بالتوازي مع نشر منظومة متكاملة من الرادارات والكاميرات الحديثة لإدارة الحركة المرورية إلكترونيا وضبط السرعات، وبخاصة على الطرق المؤدية للمناطق الساحلية، مع تحديد الحد الأقصى للسرعة عليها والتأكد من التزام قائدي المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب تراخيص المخالفين. السرعات الزائدة عن المقررة قانونا على الطرق واحدة من أهم مسببات الحوادث التي تودي بالأرواح والممتلكات. وحتى يتحقق الانضباط المروري والالتزام بالسرعات المحددة، قامت وزارة الداخلية بنشر منظومة متطورة من الرادارات والكاميرات على جميع الطرق والمحاور الرئيسية، بخاصة على الطرق المؤدية إلى المناطق الساحلية، مع ازدياد مرتاديها خلال فصل الصيف. فقد تم تفعيل منظومة الرادارات والكاميرات على طريق القاهرة الإسكندرية العالمين الصحراوي تجاه مرسى مطروح لإلزام قائد المركبات بالسرعات القانونية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث أصدرت وزارة الداخلية قراراً بتعديل السرعات على طريق الإسكندرية مطروح السلوم بدءاً من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العالمين، 60 كيلو متر في الساعة للمركبات القاطرة للمقطورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات ومركبات النقل، 70 كيلو متر في الساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الآلية ذات العجلتين، 80 كيلو متر في الساعة لباقي أنواع المركبات، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنوياً. بنركز الحملات المرورية على حملات الرادار الثابت والمتحرك لضبط السرعات وللحفاظ على سلامة المواطنين مرتادي الطريق، وبما لا يقل بالسيولة المرورية وتسيير الحركة المرورية للمواطنين. أنا ضيف عندكم، بس ما شاء الله على الانتشار، الأمن منتشر كامل والأمان موجود والطرق كلها متحسنة، يعني فرق كبير وما شاء الله. الحملات دي مهمة جدا علشان اللي بيحصل بقاله سنين من حوادث واستهتار من شباب وأدى إلى حالة وفيات كتير جدا، فأنا مبسوط جدا أن أنا بشوف كمان كتير، وإن شاء الله ده يؤدي أن الحاجات دي تقل. وتهدف وزارة الداخلية من وراء تفعيل تلك المنظومة إلى التوسع في إدارة الحركة المرورية إلكترونيا حفاظا على أرواح وممتلكات مستخدمي الطرق، وتحقيق السيولة المرورية على مدار اليوم، والمساهمة في إبراز المظهر الحضاري للطرق المصرية. كما يتم التأكد من خلال الحملات المرورية على الطرق من التزام قائد المركبات بتركيب الملصق الإلكتروني وسحب التراخيص من المخالفين، مع التنبيه عليهم بالتوجه إلى وحدات المرور التابعين لها لتركيبه باعتباره أحد أدوات إدارة الحركة المرورية إلكترونيا، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية على عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني المنصرف للمركبة أو إتلافه أو إخفائه أو نقله لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، وذلك اعتبارا من 18 من الشهر القادم، بالسجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد عن 1500 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، مع سحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر. موضوع الملصق الإلكتروني طبعا ممتاز جدا، يقدر يعرف بيانات كل سيارة وكل مثلا سواق عليها أو مين صاحب العربية، لأن ده طبعا حاجة كويسة جدا إنك تعرف تنظم الموضوع ده وكل حاجة يبقى ليها أي دي خاص بيها يعني. مع هذه المنظومة المتطورة من الرادارات والكاميرات لإدارة الحركة المرورية على الطرق للالتزام بالسرعات المحددة وتحقيق السيولة المرورية، يبقى على قائد المركبات الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية لتحقيق السلامة كاملة على كافة الطرق. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.